اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم تنسيقات باللون الابيض. كيف ما كتعرفوا بان اللون الابيض دارج على موضه الصيف كثره، وجبت لكم هنايا افكار لتنسيق اللون الابيض. كيف ما كتشاهدوا معايا في هاد الصور، هادو كاين اللون الابيض مع هاد الغوز، السراويل الواسعه كيف ما كتشوفوا حتى هما دارجين على الموضه بكثره هاد الصيف. كاين هاد الموديل هذا، وكاين كذلك هاد الغوز مع اللون الابيض. كاين بالنسبه للتنسيقات كاجوال كيف ما كتشاهدوا معايا، سروال الجينز مع اللون الابيض، وكاين الجيبات كذلك باللون الابيض كيف ما كتشاهدوا معايا. هنايا موديلات متنوعه، غير هو بالنسبه لهذا الفيديو خاص بافكار لتنسيق اللون الابيض جميع الالوان. كيف ما كنقول لكم دائما بان اللون الابيض والاسود فكيجيو مع جميع الالوان. كاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا، كاين كذلك هذا التنوره في اللون الاحمر مع اللون الابيض، وكاين هذا الموف مبرد كيف ما كتشوفوا البنفسجي مفتوح. كاين هذا الاخضر هو بالنسبه للسراويل الواسعه، وكاين كذلك هذا الازرق مغلوق او البلومارين مع اللون الابيض. كيف ما شاهدتوا معايا في هاد الصور هادو، هنايا فيديو خاص عن تنسيقات اللون الابيض بالنسبه للبنات اللي اول مره كيدخلوا. ما تنساوش قبل ما تخرجوا انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا عفوا بجديد فيديوهاتنا اللي كنزلوا لكم دائما فيما يخص الموضه. كاين كذلك هاد الاورانج حتى هو دارج على الموضه مع اللون الابيض. كاين هاد النوعيه ديال البلوزات كيف ما كتشوفوا، جات بالتكريش على الدوره ديال الصدر وعلى الكتاف كذلك. كاين هاد الموديل هذا بالنسبه للجيبات باللون الابيض. كاين كذلك هاد التنسيقه هذه، كاين هاد الجيبه في اللون الاخضر مع اللون الاخضر الابيض عفوا. كاين هاد الماغون بالنسبه لهاد الموديلات ديال البلوزات، خرجوا موضه كيجيو واسعين كيف ما كتشوفوا هنايا بالحزام مع السروال الواسع كيف ما كتشوفوا، خرجوا موضه. واللي بغات تشوف اي موديل ما عليها غير تخليها لي في التعليق وانا نجيب لكم موديلات اللي بغيتو اللي دارجين على الموضه. كاين هاد النوعيه ديال الشوميز كيف ما كتشوفوا، كاين كذلك هذا الموف مفتوح بالنسبه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. كاين هذه النوعيه ديال دريسات مع او عفوا جيبات مع اللون الابيض. المهم البنات هذه الموديلات كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الصور هادو، اللي بغات تشوف تنسيقات باللون معين تخليها لي في التعليق وانا نجيب لكم الموديلات ولا الافكار بالنسبة للتصاميم ولا بالنسبة للألوان. كاين هاد الموف مع الشوميز في اللون كذلك الأبيض. كاين كذلك أزرق ملكي، كاين الأصفر. صافي البنات، هادو هما الأفكار اللي جبت لكم اليوم خاص باللون تنسيقات باللون الأبيض. مع السلامة حبيبتي، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.